شايفين المروحه دي شغاله العاديه بتاعتنا يا جماعه، والمروحه اللي هي الكبيره بتاعت المحل شغاله. انا قايل لكم دلوقتي ان الكهرباء قطع عندي في المحل، ولو عاوز بزياده التاكيد هتبدا تشوف ان لمبه اليو بي اس في الفلتر في الشاشه اللي قدام شغاله، هي مفيش اي مشكله عندي ان هو كده طبعا مخرج لي من اليو بي اس كهرباء. لزياده التاكيد عاوز اعرف ان انا شغال في المحل باليو بي اس. طبعا هتبدا تشوف عند قفل الزرار تبدا كل حاجه تقفل وتبدا كل حاجه تشتغل تاني. هنقفل الزرار مع بعض يا جماعه ونتاكد اهو كل حاجه طفت زي ما انتم شايفين اهو. لو الاستاذ انور شغال لنا النور اللي هو الفلاش هتشوف كل حاجه. نبدا نرجع تاني كل حاجه يا جماعه، نضغط على الزرار تاني تبدا اللمبه اللي هي الخضراء هتشتغل اهوت. هيبدا الانفلتر يدي اهوت، تبدا المراوح تانية تشتغل كل حاجه. هنبدا نشوف اهوت المروحه بتاعت الهايد شغاله، مروحه كبيره يا جماعه بتيجي في المساجد هي، وتبدا المروحه العاديه بتاعتنا هتبدا تشتغل عادي مفيش اي مشكله. كل ده يا جماعه على بطاريه صغيره 100 امبير امريكي، بطاريه طياره زي ما انتم شايفين. هنبدا نفصل كل حاجه ونجرب الجهاز اللي بعد كده. المروحة اهوت اهو، هنبدا نشوف السلك اهو بتاع المروحة يا جماعة. المروحة شغالة عندي معايا اهي مفيش أي مشكلة. هنبدا نقفل ونبدا نجهز الجهاز اللي بعد كده، أو ممكن نجهزه على طول اللي هو التلفزيون بعد كده يا جماعة. معانا التلفزيون طبعا كله عاوز يتفرج على التلفزيون لما الكهرباء بتقطع. نبدا ندخل الفيشة بتاعت التلفزيون عادي هنا ورا اهوت مفيش أي مشكلة عندي اهو. بدأ معايا التلفزيون يشتغل اهو زي ما انتم شايفين، بدأ يفتح التلفزيون شغال عادي يا جماعه، مش جايبين له الصفر بقى ولا كلام من ده، عادي اهو. سلك التلفزيون زي ما انتم شايفين جاي من الانفرتر ورا وداخل على التلفزيون اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه. اهو السلك بتاع التلفزيون اهو زي ما انتم شايفين. نبدا نقفل التلفزيون، نفتح التلفزيون واخد ال 220 فولت بتوعه مظبوطين مفيش اي مشكله فيه اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. بس ايه المفروض ان هو تلفزيون عادي، وكنا المفروض ان احنا نجيب له ايه لصفر ونشغله، بس ايه الوضع عادي يعني لصفر او تلفزيون هي كلها حاجه واحده مفيش اي مشكله عندنا. زي ما انتم شايفين يا جماعه اهوت الانفرتر شغال من على لمبه اليو بي اس، يعني كده شغالين من على الانفرتر ذات نفسه. زي ما انتم شايفين يا جماعه اهوت التلفزيون شغال معايا مفيش اي مشكله فيه، ونبدا نتفرج معايا. طيب الجهاز اللي بعد كده برضك هي حاجه عاديه جدا في هتلاقيها في كل البيوت.